تحياتي لكل متابعي الحياة فام، سعيد جدا بلقائكم في هذا العدد الجديد من برنامج الانترفيو. ضيفنا لهذا الأسبوع هو صحفي وكاتب، وين مش نحكيه معاه بالأساس حول روايته الجديدة اللي تحت عنوان المخطوط واللي مازال كي أصدرها في 2023، لكن بالإضافة لهذا كان أصدر في سنة 2017 مجموعة قصصية تحت عنوان رصاصة واحدة تكفي، وروايته الأولى كانت سنة 2017 وهي عشت مع الذئاب. سعيد جدا وبكل حب باستقبال الكاتب منجي الحدادي. أستاذ منجي الحدادي، مرحبا بك وشكرا لك على قبول الدعوة. مرحبا بك عزيز وشكرا لإذاعة حياة فهم، ومرحبا بك وإن شاء الله نعدو مع بعضنا حس ممتع إن شاء الله. شكرا لك، مرحبا. مؤخرا أصدرت رواية تحت عنوان المخطوط لدار نقوش عربية. العنوان متاع الرواية مثير للانتباه، ما هي رمزية هذا العنوان؟ رمزية العنوان هو أنه الموضوع متاع الرواية قايم على الحكاية المخطوط اللي هي بطلة الرواية قررت باش تكتب سيرتها الذاتية. فالمخطوط قبل ما يمر للدور النشر يسمى مخطوط، وفاطمة بطلت هذه الرواية سلمت هذا المخطوط لحبيبها أحمد حتى يطلع عليه قبل مروره لدور النشر. وهنا ربما بعد نحكو في تفاصيل الرواية أكيد. هل يمكن أن نعتبر بأن رواية المخطوط تندرج ضمن الرواية التجريبية؟ لا، ما نصورش، خطر الرواية التجريبية يعني نسق آخر وجو آخر. يعني روايتي أنا هو معروف على الأدب التجريبي، يعني صعب أنك تفهم، لكن رواية المخطوط تفهمها أدب واقعي، أنا نصنفه ضمن الأدب الواقعي، ما مش تجريب، يعني مواضيع أخرى وأسلوب آخر، ويعني أن أي شخص ينجم الرواية يقرأها ويفهمها بسهولة. يعني في الرواية كنت حكيت على معاناة المثقف، وذلك من خلال قراءة ساخرة لكاتب عايش يتمنى في شقة وكيمات تحصل على شارع بكله. هو هي الأدب والرواية بصفة عامة يعني هي لازم تكون عندها إسقاطات على الواقع. يعني بغض النظر على الموضوع الرئيسي متاع الرواية، الرواية اللي لازم يجيب تفاصيل متاع الحياة بصفة عامة عاشها وتجربة تعرض لها أو شافها في مكان آخر ويذكرها. مثلا كما حكايه المثقف للكاتب، هو كيفاش حكايته؟ يعني الكاتب هذا كاتب معروف ويعتمدوا كتبه حتى في البرامج المدرسيه، وتاته ظروف خاصه. يعني هو بصفه عامه المثقف العربي يعاني من الخصاصه، يعني من الحاجه من العوز. يعني قصة الكاتب هذا أنه عنده شقة ميراث مع أشقاء طلبوه بالخروج من الشقة هذه العقدة فيها بقية عمره. هو يعني لقى مشكلة في الحكاية دي، عرض على وزارة الثقافة أنه يعاونوه في الموضوع، فوزارة الثقافة قالت له احنا ندعمه في الكتاب، يعني ميزانية تدعيم الكتاب ما تكفيش شراء الشقة. يعني بعد وقت توفى فاجعة كانت، توفى الكاتب هذا يا أخي سموا شارع باسمه، يعني بعد ما عطوش شقة لكن سموا له شارع. يعني هذا من قدر سخرية ما أعرف. هل تعتبر بأنه الدولة لا تؤدي في دورها على أحسن ما يرام تجاه المثقفين؟ هذا مما لا شك فيه، يعني المثقف ترك إلى حاله، يعني كما تركت هذه البلاد إلى مصيرها. يعني هو من أسباب المنكسات والأمة العربية. يعني تصور أنت أسبانيا تنتج كتب أكثر من الدول العربية مجتمع مع بعضها، يعني لك أنت تتصور ذلك. يعني ما احنا ما ثمش، هي بالضبط ما ثمش استراتيجية النهوض قطاع الكتاب بصفة خاصة. هو الثقافة هي ثقافة تمس برشا مجالات، مثلا كما السينما كما المسرح، كما تم الدعم في الاتجاه هذا، السينما مثلا المسرح مهرجانات، أما الكتاب لا. كتاب تقديري أنا الكتاب مظلوم يصرف في تونس، حتى أنا كتابة كتاب مش سهل تطبق كتاب في تونس، صعب جدا. الكاتب يتعدى بعدد صعوبات، يتعدى خاصة صعوبات مالية، ثماش دور نشر تراهن على الكاتب التونسي، أي كاتب رغم باش ما نتكلموش برشا، ما ثماش كاتب تونسي يعني يعيش من الكتاب كل صدق. يعني واضح. خلينا نواصل في حديثنا على الرواية. في الرواية زادة كنت عملت لمحة وكنت ذكرت حرب العراق والمعاناة اللي عايشها الشعب العراقي. هو نفس الموضوع زاد، هو مش تيمة الرواية بنصير طبعا، مش الموضوع، ما هو إسقاط فقط هو على الواقع كما كنا نحكي. يعني
يعني هي في 4-5 أسطر تقريبا أنا ذكرت الحكاية دي، معناتها مسؤول أممي معناتها مد كما نقولوا احنا كعبية غرت الطفل العراقي استغرب شكلها، معناتها صدمة معناتها هي ما عرفتها شنو الشيء هذا، معناتها يوريك مدى الوجع اللي عاشه شعب العراق، أمة عظيمة حضارة عظيمة جدا تركت زادة لأمرها معناتها بعد حرب الخليج الأولى والثانية. حسب رأيك كيف يمكن أن تعود العراق كما كانت في السابق وليس العراق اللي يعرفه شباب اليوم؟ شكرا على السؤال. ولو أنه بالنسبة للعراق بالنسبة لكل الدول العربية تقديري أنا المسألة يعني العراق ما كانتش تعيش في رفاهية في عهد صدام حسين وبعد ولا تعيش معناتها في مآسي واحد، حتى في عهد صدام حسين كانت تعيش في مآسي. في عهد صدام حسين كانت دولة عندها هيبة وعندها إشعاع. صحيح هذا مفهوم وكذا كل شيء. أما شوف أنا تقديري المسألة الديمقراطية غياب الديمقراطية على أي دولة عربية، أي دولة عربية يعني شخص واحد يحكم لكن تتصور معاته أي شخص، أي شخص معارض بشوالي فاسد ولا هذا مهما يكون أمره، يعني الرقابة غير موجودة معناته. العراق ما عندناش برلمان منتخب ديمقراطيا، يعني أنت مشرم ولا كانت أنت العراق شخص واحد غامر ببلاد كامل معناته غامر ودخل بها في حرب، يعني وكان جاء عنده نظام، أنا نقول في الرواية معناته وكان جاء عنده نظام ديمقراطي ما يخلوش يدخل حرب هو، ولو أنه ثم يقولوا حتى العراق ما تدخلش الحرب يعني بشاقع الواحد مشاقع احتلالها واحد، أما أنا نشوف ثم خيارات تدخل فيها مثلا صدام حسين وخاصة الرؤساء العرب تدخلوا في خيارات العسكرة ولا الواحد وما مشوش في اتجاه أنه بناء الإنسان. يعني أنا أتصور وكان جاء في وجود ديمقراطية في العراق علاش توك تتيح أي رئيس عربي تصير فوضى؟ هذه المشكلة في دولة غربية ما تصيرش الحكاية، يعني نجم رئيس فرنساوي الرئيس الفرنساوي الفرنسي معناته يستقيل وتغدو معناته فرنسا تبقى لاباس كما بريطانيا كما خاطر عايشين على المؤسسات، بناء المؤسسات مهمة ياسر، احنا نعيشوا على الفرد معناته الفرد يمشي الفرد كما الدول العربية في الثورات يعني كي صارت معناته مشى شو اسمه القدافي مثلا في ليبيا فوضى مثلا شو اسمه عبد علي عبد الله صالح في اليمن، نشوف معناته مش قايمه على مؤسسات، انا قصدي معناته انت القصد متاعي معناته القصد متاعي معناته احنا ما نبنوش الاشياء على الاشخاص نبناها على المؤسسات، هذا هو انا نصوره هكا مفهوم. في اخر روايه تحديدا في الصفحه 186 كتبت هذه النهايه يا فاطمه ايضا بدايه طريقك، هل انه روايه المخطوط من الوجع تاخذنا الى مشارف الامل؟ هي لازم نبينوا الحكايه من الاول باش نعرفوا علاش قالت الكلمه دي، يعني هي الروايه هي في حقيقه روايتين، يعني الروايه مبنيه على شنو يعني فتاه في العشرينات من عمرها تقرر باش تكتب سيرتها الذاتيه وهي تبيع الكتب القديمه، عندها محل يبيع الكتب القديمه، تتعرف على الشخصيه الثانيه في الروايه وهو احمد، ينتبه أحمد أنها تكتب روايتها الأولى يعرض عليها باش يقرأ الرواية يعني تستأنس برأيه قبل نشرها، بعد رفض توافق بعد تمد له تعطيه الرواية على مراحل، يعني كل مرة تعطيه فصل من الرواية أو زوزة فصول، يعني هو 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 اجتهاد مني أنا نعمل كيكا باش الرواية تمشي في نسق معين. يكتشف أحمد أولا اكتشف حاجة لأنه أنها تكتب سيرة ذاتي، تكتب سيرتها الذاتية، يكتشف بعد أنها عاشت حياة صادمة معناتها حقائق صادمة في حياتها، يعني عاشت مآسي وعاشت تعرضت يعني مسألة متاع شرف يعني غصبا عنها. لهنا بعد ما تعلقوا بقصة حب بين أحمد وفاطمة تعلقوا بقصة حب مع بعض، لهنا أحمد كي احنا ما نمشوش للنهاية خاطر من الأحسن أن النهاية نتركها هكاك، لهنا هل أنه واقع فاطمة وأحمد واقعهم جميل يعني قصة حب ممتازة وكذا، ولكنهم فجأة جتهم حقيقة مرة، يعني هل أن الحقيقة تنتصر على الواقع؟ هذا السؤال يعني، ومش هذا الحكاية هي هذه الحكاية، يعني ثم حكايات يشبهوا للحكاية هذه، ثم اللي من شكون يتعسف على الحقيقة متاعه يتعسف على الحقيقة وما يقبلهاش ويعيش واقعه كما يقول لي أنا نعيش كماك، وثم يقبل الحقيقة ويتوحد والواقع توجد كما شخصية زهرة كما شخصية العيفة كما شخصية تهامي، يعني توجد شخصيات كل حد وميزته في كما شخصية زهرة مثلا رافضة أنها تعرف الحقيقة يعني تعرف تقبل الحقيقة موجودة في الرواية وتتعسف وتعيش كذبة كبيرة حياتها تتحول إلى كذبة ما معناتها كذبة كبيرة وتعيش، بينما فاطمة لا رفضت أنها
تستمر في الواقع هي بالضبط كان نعملوا لها عملية اسقاط على الأسطورة متاع أسطورة ديب في اليونان، يعني ديب وجوكاستا الذي يكتشف أنه تزوج أمه، يعني كانوا يعيشوا هو يعني يعني الحكاية هي طويلة، يعني يتزوج أمه وبعد يعرف ليه هو تزوج أمه في حين أنهم كانوا عايشين علاقة باهية مع بعض، لأنه الواقع والحقيقة، لأنه صراع الواقع والحقيقة. فهمتك. لو نطلب منك تقرأ لنا مقتطف من الرواية شنو تختار لها؟ أي نختار ربما تعطي نختار مقطع ربما يعبر عن الرواية. صفحة 174 تقريبا. رمت بنفسها على المقعد الخلفي وهي تدل السائق على وجهتها، ألصقت وجهها بزجاج النافذة واستكانت، بقيت تراقب الطريق والمباني والتي تتحرك بسرعة أمام عينيها قبل أن تعاودها هواجزها وهي تجهد نفسها حتى تتخلص من حيرتها، لا تعرف حين يأتي في المرة القادمة ماذا عساها أن تفعل؟ هل تطلب منه أن يرحل دون أن تستمع لقراره الذي لا زالت تنتظره؟ أم أنها تتركه ليقول لها إنه رحل؟ أو سيقبل بحكايتها ويرضى بها رغم العاهات التي لحقتها وبالتالي يمضي سويا إلى حقل الألغام حيث سرها الكبير؟ أم أنه سيلوذ بالصمت ليتركها لنارها؟ أم أنه لن يحضر أبدا؟ أنيستي هذا السوق الدباغين أحست أن صوت السائق تكرر على سمعها أكثر من مرة، وبدا لها أن الصوت قادم من بعيد، كانت لا تملك إلا تماس وجعها ولم يكن لها أي اهتمام خارج دائرة انكسارها المر. دفعت له ثمن توصيلها وهي تعتذر له، ثم ترجلت من السيارة تحت وطأة نسمة باردة لسعت وجهها فيما انعكس طيفها على بركة المياه التي كانت في مرمى قدمها تماما. تحاشتها وهي تدخل زقاقها الخالي إلا من صوت الماء المندفع من أسطح المباني على طول الزقاق، حيث بدلها أن شتاءها هذه المرة سيكون باردا على غير العادة. الشخصية البطلة في الرواية كل من شخصية فاطمة وأحمد، منين استوحيت التفاصيل متاعهم؟ والله يشوف الكاتب ديما ابن بيئته بطبيعة الحال، يعني هما متخيلين، هما مش حقيقة، مش معناتها ماهيش نكتب كتبت رواية ماهيش معناتها حقيقة، معناتها موجودة على الأرض مش من الواقع. أما ثم التفاصيل في الرواية أنا شفتها وسمعتها معناتها، والكاتب ديما كي يلتقط الحاجات مش موجودة في الرواية، ثم حاجات ربما يستغرب منها القارئ شو جدها موجودة، ربما حكاية الجنس وكذا كل شيء مش يكتب، أما موجودة يعني احنا شوف باش ثم حاجه مهمه ياسر الواحد انفو بورتوت باش نقولها، يعني مش اي حاجه توجدها في الكتاب يعني انا نتبناها. هو الروائي شنو هو؟ الروائي هو يكتب شخصيات، والشخصيات هذه موجوده في الواقع، يعني انا كي نحكي مثلا على رجل دين ونصوره بطريقه معينه وكذا كل شيء، مش معناتها انا نهجم الدين معناتها هذاك، معناتها هذاك موجود، الحالة هذه موجودة ما ننكروش الحاجات الموجودة. علاش ديما احنا الكاتب يتبنى صحيح توجه الفكر العام يصنعها الكاتب، اما هو رو يحكي حقائق موجودة في الواحد ما ينكرهاش حتى انسان. الرواية قداش خذت منك وقت لإصدار؟ والله هي انا الرواية هي كورونا سبب، هي معناتها انا كتبت روايتي الاولانية 2019 وبعد روايتي هذه 2023، يعني ما بيناتهم تقريبا 4 سنوات، في حين ان مجموعة القصص الاولانية 2017 وجدت 2019 ما بيناتهم عامين، يعني هي كورونا سبب وبقيت انا راجع فيها، يعني بعث لدار نشر ورجعوها لي
وعودت تقريتها مره اخرى وعودت اعطيتها تصحيح. واضح. بالنسبه للناس اللي تفرجوا فينا ويحبوا يقراوا اصداراتك كيما مجموعه قصصيه نتاع رصاصه واحده تكفي وكما عشتوا مع الذئاب وكما روايه مخطوط, وين ينجم يلقاهم؟ بالنسبه للرصاصه واحده تكفي هذه النسخه الاخيره, يعني ما عادش عندي منها نسخه صادره عن دار القلم للنشر والتوزيع سيدي بوزيد. اما عشتوا مع الذئاب عن دار زينب للنشر, يعني الروايه دي موجوده عن دار زينب, يعني عندها موقع هي وعندها باج فيسبوك ينجموا, وانا مازال عندي منها من نسخ, يعني ينجموا عن طريق دار زينب او في المكتبات نتصور موجوده. والروايه هذه المخطوط يعني نجم هي موجوده في المكتبات عند دار نقوش عربيه متوفره يعني. واضح, ممتاز. ما هي مشاريعك الادبيه القادمه؟ والله انا بسدد التفكير, ما زلت ما بديتش نكتب, اما بتسدد يعني فكره تتشكل يعني في بدايه معناتها نكتب روايه جديده ان شاء الله, ولكن اكثر سرعه المره هذه ان شاء الله يعني, واكثر تحذير. والواحد شوف عزيز يعني كل عمل يعلمك طبعا, تتعلم. انا الروايه دي تعلمت منها برشا, يعني تعلمت منها برشا برشا حوايج. كيما شنو الحاجات اللي تعلمت منها؟ يعني تسرع, أهم حاجة في الرواية أنك تتسرع, معناتها الرواية تدفع بها لأن معناتها الرواية العمل المذهبي تعرض على أكثر من شخص أكثر من واحد, معناتها دقق, مش سهل تكتب رواية يعني, مش سهل بالكل يعني, استسهال مرفوض. معناتها الواحد يدقق ومعناته يكون حريص على العمل متاعه, احترام للناس اللي قرأ له بيصير, احترام للنفس وللأثر مش خليه. النجم نهار من نهارات نشوفوك تصدر رواية بالدرجة التونسية؟ لا صعب, لا درجة ما اكتبش أنا بالدرجة. لماذا؟ اختيار أم موقف؟ والله ما نتصورش, خاطر ما نتصورش رواية بالدرجة, معناتها حاجة معناتها تستهويني, أو مع احترام الناس يكتبوا بالدرجة كيما مصر يكتب, هم الكتاب بالدرجة, هم في تونس هذا كتاب, أما قريتش حتى كتاب بالدرجة أنا في ما نقراش معناتها بالدرجة, ما نتصورش, ربما نكتب على الفيسبوك بالدرجة أما صعب أنا. عليه الكتاب تحبش الكتاب العربية الفصحى هي كتابة معناتها لا علاقة معناتها بالدارجة, معناتها ثم حاجات ما تنجمش تعملهم بالعربية الفصحى بالدارجة, معناتها ما تلقاش متعتك, متعة الكتابة هي شنو هي؟ هي اللغة, اللغة مهمة ياسر يعني, تكتب بالدارجة ما نتصورش. باش تفسر انه اليوم فما العديد من الروايات بالدارجة التونسية وقاعدين يحققوا في نجاح ونسبة إقبال كبيرة كما طهر الفيزة فيت الفيزة والقائمة تطول. والله أنا نعطيك روايات مثلا قيمة أدبية كبيرة ياسر وكذا وكل شيء, ولكن ما عندهم الإقبال, لا يعني لا يفسر أن العمل هذاك جيد, قيمة العمل لا لا تحكم, تحكمش كي معناتها مش معناتها رواية تتباع بكثرة يعني, يعني يعني رواية خير من رواية يعني, نعرف أعمال جيدة ولا تباع جيدا يعني. السفة ما تلقاه كان عند النخب ولا, رغم اللي عمل جيد الاستسهال هو السهل يعني, احنا نميل وياسر في السهل في كل شيء. احنا كي توجد انت كي تتصفح الفيسبوك تلقى فقرة كبيرة ما تقرهاش, صحيح, كي تلقى فقرة صغيرة كيف هكا واحد كذا مفهومة بالدرجة واحد تبدا مفهومة يتفاعل معها برشا, وياك تكتب في الفيسبوك ما يقراش لك, حتى اللي يقرا لك ويحط لك راه ما قراش راه, صحيح. لا يعني هذا ثم كتاب ممتازين في تونس يكتبوا عربي فصحى بيصير ممتازين, اما الدرجه ما نتصورش ان عمل ابداع معنا. حتى في روايتك الاخيره واللي هي روايه المخطوط حديث عن اليوم ما عملتش حوارات؟ لا موجودين, الدرجه فكره على فكره في هذه مهمه ياسر, الدرجه في الحوار مهمه ياسر, لأنها الدرجة قلوا تعطي ديناميكية وحركية وروح أكثر النص, تعطي للروح نص, تعطي له روح وتعطيه واقعية أكثر. كي تعطي تكتب الدرجة أنت تتصور أنت مثلا عجوز عمرها 70 سنة مثلا وتسكن في أحد الأرياف ولا كذا كل شيء وتتكلم بالعربي فصحى, يعني بالدرجة تكتب حوارها بالعربي ما تستساغش الحكاية, ما بالدرجة كل الحوار ممتاز, الدرجة مقبولة في الحوار نتصورها معتها, والدرجة وعلى الأقل الدرجة تكون قريبة برشا للعربي فصحى. ثم الناس ممتازين في الحكاية في الكتابة بالدرجة, يعني كي يكتب الحوار أنا شفت تعمل
يكتب حوار يكتب الدارجه يكتبها قريب للعربي فصح تحس انا قريب معناتها يفهمها الانسان العادي ويفهمها معناتها الذكاء يستعمل الذكاء نتاعو. واضح ممتاز استاذ. نحن هكا نكون وصلنا نهايه الحوار للاسف. نخلي لك كلمه الختام. شكرا عزيز على الاستضافة، نتمنى لك مسيرة عالمية طيبة. شكرا لإذاعة اف ام وان شاء الله في لقاءات اخرى وشكرا. شكرا، مرحبا بك. شكرا لك استاذ. احنا هكا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا بالنسبة لليوم، نتقابلوا في موعد اخر مع ضيف جديد. شكرا لكم على حسن المتابعة والاهتمام، الى اللقاء. امتلأت بالحيرة وقد انضرها احساسها ان لحظتها الفارقة قد جاءت، قالت له إنها تحب أن تراقب الغروب من مكان عال. لم تكن سوى رب سيدي بوسعيد هي كل ما يفي بهذه الرغبة. ذهبت معه بلا يقين في أي شيء سوى حواف حكايته الحادة التي حفرت عليها بنفسها، وهي على تخوم اعترافها المر الذي تحمله في مخطوطها داخل حقيبتها. وبالتالي فهي تأخذ مسيرها معه إلى جهة غير معلومة، ولا تعرف على وجه الدقة إن كانت تضع حدا لكل الغموض الذي تبع علاقتها معه أم أنها ستعمق هذا الغموض أكثر وتنسف بالتالي كل ما بقي بينهما. لكنها اليوم لم تعد تملك حكايتها وحدها، بل صار أحمد جزء من نسيج خيوطها، ومجرد التوقف يعني ذلك تحول الحكاية كلها إلى شك وإلى أسئلة بلا نهاية. لقد انفرط العقد من بين يديها ولم يعد لها أي فرصة في إعادته كما كان. عليها أن تمضي وقد جاء يومها الكبير. جلس يراقبان الغروب بينما الشمس قرص أحمر بدأ يعانق الماء الساكن. كان ينظران في اتجاه واحد، اتجاه الشمس الذي بدأت تحفر مكانا لها في ذلك الأفق البعيد. أحست أن تلك الشمس تحمل معها شيئا منها إلى الأبد. لطالما شعرت بخيبتها قبل أن تقع، ولطالما تحسست أوجاعها قبل أن تستفرد بها. الحياة فهم، الحياة فهم، زهرة الحياة.